حالة كانت امبارح للأسف الطفل محمد هاني الكوري ده لاعب فريق السكة الحديد، كان بيلعبوا فريق أبناء هنا وعنده 17 سنة، وقع في الملعب، جاله إغماء، أصيب بتشنجات وضيق تنفس، ما كانش فيه سيارة إسعاف لنقله، وجت بعديها بعشر دقايق لكن كانت الروح طلعت إلى بارئها. ما الذي يحدث؟ ما هي الأخطاء؟ معانا الكابتن محمد عثمان أخصائي تأهيل ملاعب وأحد الشهود على واقعة نادي السكة الحديد الأخيرة. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا بحضرتك فندم. أهلا كابتن محمد، طبعا تعزينا وربنا يا رب يصبر أهله، يعني شاب زي الورد، بس عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن اللي حصل امبارح. الله يرحمه ويصبر أهله. اللهم آمين. هو أنا كان عندي ماتش مع نادي طلائع الأسطول ضد نادي كياد في ملعب اسمه شركة النحاس الإسكندرية. انا كنت في الاستراحه بين الشوطين في الماتش بتاعي، هو الملعب دوت ومكذا ملعب جنب بعض، انا كنت في الملعب اللي فيه المباراه بتاعتي طلائع الاسطول، وكنا في الاستراحه بين الشوطين، انا عادي متواجد في شغلي مع اللعيبه عندي وكده، حسيت بحركه غريبه في الملعب الجنبي، شفتها حوالي دقيقتين او ثلاثه بس، ما كنتش عاطي اهتمام، مش عارف ايه الموقف اللي بيحصل هناك، انا شايف لمه وكده بس ما اعرفش ايه الموضوع. قلت لعيب اصيب او حاجه؟ ان هم كانوا في الاستراحه بين الشوطين هناك، الماتش ما كانش شغال. تمام. فبعديها بحوالي دقيقتين ثلاثه لقيت لا جري بطريقه هستيريه، اللعيبه بيلحقونا في مشكله. خدت شنطتي وجريت على هناك على طول. وصلت لقيت في لاعب وقع على الارض مغمى عليه في حاله تشنج جامده قوي. كان في مدرب واقف بيحاول يسعفه والحكم المساعد. كان الحاله اللي هيفحوا حاله تشنج في معايا في جهاز كده حاجه استلف او معدن صفه لسان استلف. بقدر ان انا اتدخل بيه في الحاله اللي زي كده التشنجات او حاله بلع اللسان. اتعاملت الحمد لله وبقدر افتح بقه وبجمع بقول بس بعمل حاله خفض اللسان ده. بدا يجمع نفسه في جهاز تاني زي اسمه اير واي بيتحط عشان يساعد عليه ان هو يقدر ياخد نفسه. بعديها بسالهم يا جماعه هو ايه اللي حصل؟ لا اغمى عليه ولا ساعدت؟ الحاله دي بتبقى ارتطام، حد مثلا زي بيقولوا بوكس ده جاف من الجون مثلا في راس اللعيب او الراس مع راسه هم مثلا في كوره عاليه او حاجه زي كده. لا كان قالوا لي لا اللعيب وهو واقف عادي مره واحده وقع على الارض جاله هبوط. نعم. وهبوط ادى يعني مع حاله الاغماء مع المجهود اللي كان فيه ادى لحاله التشنج وكانت حاله بلع اللسان اللي حصلت دي. اتدخلت فيها والحمد لله ربنا يسر الحال، وكان معايا جالي بعد كده كمان اخصائي نادي الجياد كان بيساعد معايا في الموقف. وكان في زي ما قلت لحضرتك المدرب من الفريق كان طالع حكم بتاع الفريق الثاني والحكم المساعد بيحاولوا برضه ان هم يساعدوه بالحركات العاديه ان هو بيحاول يشد دقنه عشان يفك حاله التشنج دي. اللعيب الحمد لله قدر اخذ نفسه، حسيت ان هو فاق بنسبه بسيطه من الاغماء اللي هو كان فيها. انما الموقف كان صعب شويه لان هو قعد فتره قبل ما انا رحت له، فكان كان بقى له فتره في حاله الهبوط دي، وكان بقى له فتره في حاله الاختناق دي كمان. ده اللي اخر الموضوع خلاه يروح في اغماء تاني مجرد ما فاق واخذ نفسه معايا. بقيت احاول اعمل له انتعاشه واحاول اسعف شويه على قد ما اقدر. الاكسجين غاب عن المخ وقت طويل، واضح وقت طويل بالظبط. فكان قضاء الله. انا كنت في ملعب جنبه. مفيش اسعاف جه في الوقت ده؟ الاسعاف جه بعد ما حاولت ان انا اشتغلت معاه فتره، الاسعاف جه كان كمان لسه النبض كان موجود، كان في حاله وعي، كان النفس غير منتظم بس كان لسه النبض موجود. حتى بتاع الاسعاف نفسه اتاكد قبل ما يشيله ان لسه في نبض موجود، عشان حتى هو هيتعامل بايه؟ بجهاز الايروي او بيحاول هيحط له نفس او ايه الاجراء اللي هو هيتبعه يعني لما يشيل الولد. طب ما يعني مش الطبيعي ان النادي نفسه او الملعب نفسه بيكون فيه مجهز وفيه سياره اسعاف، وخصوصا في حاله وجود تمارين مستمره او اي تمرين؟ هو في جهات كتيره كانت بتبقى متواجده عربيه الاسعاف، بس هو المكان ده مؤسسه كبيره ممكن ما يعني ده ادعى ملاعب جنب بعض، ادعى انها مؤسسه كبيره يعني. دي شركه النحاس قاعده الملعب هناك وهم ثلاث ملاعب جنب بعض، احنا كنا في ملعب والماتش ده في ملعب جنبنا. في ناشئين هو يمكن النهارده الموقف ده حصل معايا النهارده في ماتش برضه طلائع الاسطول في القسم الرابع، الحكم ما بداش الماتش غير بعد حوالي ثلث ساعه لحد ما اتاكد ان عربيه الاسعاف كمان متواجده. ده كويس. لكن الشاب توفاه الله في المستشفى يعني؟ لانه الاسعاف شايله هو في النبض. طب ممكن سؤال تاني، هي الطبيعي ان موجود في النوادي سيارات اسعاف بشكل دائم اثناء فترات التدريب ولا مش موجود؟ سؤال بسيط وواضح. في المباريات او في المباريات الرسميه الحكم زي ما حصل النهارده ما بداش الماتش غير لما بيتاكد ان خلاص بتواجد عربيه الاسعاف. لكن في التدريبات وبتاع لا. في التدريبات يعني اغلب الانديه ساعات في مؤسسات بتبقى موجوده فيها. انا شغال مع نادي طلائع الاسطول ده تبع القوات البحريه، كده كده في عربيه على طول متواجده تبع المستشفى تبقى داخل النادي سواء في بطولات مجمعه او في التمرينات. طيب خلينا